دخل شهر رجب يا جماعة، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. يا بناتنا يا أخواتنا الله يرضى عليكم، الآن ابدأوا بالقضاء، اللي عنده قضاء تبدأ بالقضاء، لا نسويف لا نأخر. وبالنسبة للجميع الرجال والنساء، الآن فترة النافلة، الآن وقت مبارك، شهر رجب من الأشهر الحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، هذا وقت مبارك يعني نتقرب به إلى الله بالنافلة، صيام النافلة، العبادات. والأشهر الحرم ربنا وصانا، شو قالنا؟ قالنا فلا تظلموا فيهن أنفسكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الأيام، وأن يجعل أوقاتنا عامرة بطاعة الله، وكل نفس نتقرب فيه إلى الله أكثر.